تم هدية. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي ممكن أكلم حضرتك الشيخ؟ اتفضلي مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متجوزة راجل كبير كبير عني في السن، كبير عنك في السن كم سنة يا بنتي؟ يعني أنا عندي 30 وهو 52 سنة. تمام اتفضلي. فالظروف يعني بيسيبني وقت كتير وبعمل حاجات غلط، فأنا يعني مش ايه عارفة يعني ايه يعني أعمل بتعملي إيه. حاجات غلط؟ بيسيبك وقت كتير ليه؟ هو ليه زوجة تانية؟ لا ماليش زوجة تانية، بس بيسيبك عنده شغل بيهمني يعني؟ كتير عنده يعني. شغل؟ في ايه؟ عندي شغل، بيتحجج في الشغل وكده. بيتحجج؟ بيتحجج بالشغل، بيسيبني فترة طويلة قوي فترة وروح طويلة قد الشغل ايه وكده. يعني؟ كان ينزل من الساعة 8 يجي على الساعة 2 بالليل، 1 بالليل. طب ممكن ظروف شغل يا بنت كده؟ عنده دكان ولا عنده طب حاجة ولا؟ بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه من ده؟ يعني بيتاجر مع اخواته وكده. تاجر محمود. زي ما تمام. قلت لك. نعم. انتي بتقولي بيتحجج، بيتحجج ولا بيشتغل؟ هو لو عايز يرجع شغله هيرجع، وما فيش حد يعني بيقوله لا لازم تقعد. طب لو يا عايز بنتي يرجع بيته تقصدي؟ طب انت مقصره ناحيته يعني؟ انت لو حولت له البيت كده لا انا الجنه مش حاجه مقصرة كويسه. لا، ده هي والله المشكله مش في كده خالص يا دكتور محمد، ده في مشكله تانية. انت بتقولي يعني بقى انت بتعملي حاجات كتير غلط، بتعملي بقعد ايه؟ بقى اتكلم في التليفون واعمل حاجات انا مش عايزه اعملها. طب انا ليه؟ حد مش عارف. يعني بتكلم في التليفون يعني. طيب بتكلمي واحد يعني؟ انت بتصلي يا بنتي؟ لا بس النهارده الفجر كده لقيت كابوس فظيع، عندك اولاد؟ فقمت. لا ما هو ما بيخلفش، انت بقالك قد ايه متجوزاه؟ بقالي 10 سنين معايشه معاه. تمام. طب يعني ايه الاسباب اللي فدلوقتي بتخليك تكلمي شباب؟ عشان هاملني وحابسني كده، عايز طب ما كلمتيش جوزك يعني. ليه؟ انت ازاي تهملني؟ ليه ما الاول تقعدي معاه وتناقشيه وتقولي انت ليه اهملتني؟ انت عايز مني ايه؟ ايه اللي مزعلك مني؟ ايه اللي مش عاجبك فيا وانا اعدل نفسي؟ ملوش اسباب يعني. هو بيقول لي ما تخرجيش، ما تطلعيش، ما تروحيش، ما تعمليش حاجات غلط. ما طب تعمليش ماشي. حاجات غلط؟ ايوه يعني ما تكلميش رجاله، يعني هو ما عارف؟ تخرجيش بره. هو هو عارف؟ عارف، هو عارف. عارف عارف انك يعني انت ايه؟ بتكلمي رجالة؟ لا هو حاسس ان انا بكلم رجاله ومش راضي، مش راضي يطلقني. وانتو طب انت عايز علاقتكوا تطلقي؟ شكلها غريب. انا عايز اتطلق منه عشان يعني موضوع الخلف، وعشان ما اعملش حاجات غلط، فمش عارفه اعمل ايه. فين اهلك؟ اهلي مكلمهم وقولوا لي عيشي واستحملي اصبري، يمكن ربنا يديك تتعيل وربنا يهديه على اللي هو بيعمله. طب ما خدتوش ليه ورحتوا للدكتور عشان ربنا يكرمكم بولد ولا بنت؟ عملنا حاجات كتير قوي ما منفعش، هو مش صابر ان هو يكمل في العلاج، فانا مش عارفه اعمل ايه. انت بتحبيه؟ اسيبه؟ انا مش هين عليا، انا بقالي 10 سنين عايشه معاه العشرة. و في العشرة، مش هين عليا وخايفه اسيبه. طب قوليلي ايه يعني، قوليلي كام حاجة من مميزاته وكم حاجة في عيوبه بالنسبة لا لك؟ ما بيصليش، بيسيب الدين، هامني كتير، تمام. ما بيدينيش وقت خالص ان احنا نخرج يقعد معايا. تمام. ففي وقت فراغ كبير قوي بيخليني اعمل حاجات غلط وانا مش عايزه اعملها. مميزاته ايه بالنسبة لك؟ هو حنين، حنين وغلبان، بس الحاجات التانية ديت هي اللي مخلياني كارهة ان انا اكمل معاه الحياة ديت، فمش بيصرف عليكي عارفة. كويس؟ الحمد لله، بيصرف طبعا. بيصرف على البيت كويس؟ الحمد لله عيشتنا كويسة يعني، الحمد لله. طب الحمد فأنا لله. يعني أكمل في العيشة دي ولا أطلب حاضر الطلاق؟ أنا حاضر يا خايفة. بنتي حاضر. طيب حاضر. طب عيني أهدي. شوفي يا اتفضل زلمة، دكتور. أولا النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نمرة اتنين، حضرتها مش بتصلي وزعلانة إن هو ما بيصليش، ما وزعلانة أنا إن جوزها خدت مش بالي. بيصلي.
فالشيطان قريب منها جدا طبعا، بيوسوس لها. واعتقد ده قريب من البيت كله، مش قريب منها بس طبعا. واعتقد ان مش هتلاقي شيخ في الدنيا او اي حد في الدنيا يقول لها انك انت صح طبعًا. او انك انت تكلمي شباب في التليفون ده صح. طب وحته ان هو عارف او حاسس انا مش قادره استوعبها الحقيقه لا طبعا، لا هي طبعا حرام عليها جدا. يا بنتي انت ظالمه نفسك قوي ظلم شديد جدا. انا عايزك الرقم واحد لازم تصلي، تحافظي على الصلاه عشان ربنا ينور لك طريقك. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. لكن انت مضلمه طريقك، انت ماشيه في سكه ضلمه، سكه هتوديك في 60 داهيه. لازم ترجعي لربنا سبحانه وتعالى. ممنوع تكلمي حد، ده مجرد، انا بقول كلام واضح جدا يا استاذه مياء، الزوجه مجرد تفكيرها في غير زوجها خيانه. الزوجه عندما تفكر، بقول تاني، في غير زوجها خيانه. مش انا اللي بقول كده، ده ربنا اللي بيقول انا في الحديث القدسي، انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر. ايوه زوجك غلط انه بيسيبك ساعات طويله، فما هو بتعمل لكش حاجه بتعمليه، فبتتسلي باي حاجه. ما ينفعش، بنقول للزوج من فضلك لازم تخصص وقت لزوجتك ترجع البيت بدري. نمره هي كمان لازم تحافظ على الصلاه وتتوب لربنا وتقطع علاقتك. قصار التليفون المحمول ده، المحمول ده اللي عملوه مش عملوه عشان العلاقات القاسمه دي، اتعمل ده عشان الناس تتصل بعضها، عشان حاجه مفيده، عشان حاجه نافعه. مش لما واحده ربت بيت في اللي يخدم ربنا سبحانه وتعالى وعندها ثلاثه محمول، بتعملي ايه بالثلاث؟ كلمه هنا وكلمه هنا وكلمه هنا. خليك دكتور محمد، كنت لسه حضرتك بتقول قبل الفاصل دلوقتي الست في البيت معاها ثلاث موبايلات مش موبايل واحد. صحيح، يعني انا بستعجب جدا، ثلاث موبايلات معاها في الـ في الـ في البيت، وهي مش محتاجه الا موبايل واحد او حتى يعني التليفون العادي ممكن تتكلم فيه. فلازم نشغل انفسنا بحاجات مفيده. واحده عندها ثلاث موبايلات فلازم تكلم ده وتكلم ده وتكلم ده. انت ست اتجوزت راجل ده، والله هو مش لازم يا دكتور محمد، هي تربيه و و و و وخوف من ربنا سبحانه وتعالى. يمكن حضرتك زي ما بتقول لها فكره عدم الصلاه، يعني مش بتصلي، اللي ما بيصليش خلاص، يعني خلاص بقى ما فيش حاجه ثانيه، هتتكلم معاه في ايه تاني؟ اي حد لا يركع لله لا يسجد لله ما فيهوش خير في نفسه طبعا، ما فيهوش خير في نفسه. ازاي هو فريسه لكل الذنوب اللي تغضب ربنا سبحانه صحيح. وتعالى الرسول قال لنا في الحديث الصحيح، من حافظ على الصلاه كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامه. الانسان اللي مش بيصلي ده يكون من خير ربنا سبحانه وتعالى، الشيطان هيبقى قريب منه جدا. زي بنتينا دي بالظبط كده، بطلت تصلي، الشيطان استغلها، بقت تكلم شباب، جوزها بدا كمان ساهم في ده انه بدا يتاخر عليها بالليل، ايمانها بقى ضعيف، باظت الدنيا عندها. انا بنصحها بقول لها دلوقتي قومي كده اغتسلي وتوضي وصلي ربنا سبحانه وتعالى واستغفري ربنا، قولي كده تبت لله ورجعت لله وندمت على كل ما فعلت وعزمت على انني لا اعود الى اي ذنب ابدا واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واكيد ربنا رحمته واسعه. ربنا يا بنتي بيقول في القران، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. برضه بيقول لنا اهو يا عبادي مهما فعلنا من الذنوب انتوا برضو عبادي فارجعوا لي. صحيح. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. توضي وصلي وارجع لربنا سبحانه وتعالى وقطع علاقتك بكل هؤلاء الشباب اللي انت بتكلميهم، وحسني علاقتك بجوزك كده، هتلاقي والله ربنا هيكرمك وهيفتح لك الأبواب المغلقة وهيصل لك كل أمر عسير. وأنصحك ما تطلقيش، وروح لطبيب واثنين وثلاثة، اتخذ الأسباب. ولازم الرسول قال تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم يخلق داء إلا جعل له دواء. أنا متأكد والله لما تصلحي اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة هتبقى بسيطة صالح. بعد كده هيرزقك بولد صالح تقرب عينك إن شاء الله. لكن لو استمرتي في الحالة الصعبة اللي انت ماشية فيها دي الشيطان هيدمر حياتك. صحيح.